السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، المهم تعمدت باش نبدا لكم من الديكور بحال هكا. تحلوا الفيديو تشوفوا هكا الديكور زوينه، تشوفوا الطبيعه زويون. المهم بان لكم الصوت ديالي ماشي هو داك، راني شويه عندي الحساسيه ديال هذا الوقت هذه، كتكون يعني الجو بحال هكا راني كتكون عندي الحساسيه، يعني كنتخنق، النيف ديالي كيتخنق. المهم يكون واحد الجو كيكون فيه شويه الضبابة شويه. المهم كما كتشوفوا صراحه الجو زويون دابا، ولا زويون ممكن في الصباح صراحه كانت واحد الضبابة، واحد الشتيوه خفيفه. المهم رجعت معكم باش نقول لكم نتمنى اي واحد نرجع معكم، نتمنى اي واحد شاف الفيديو ما ينساليش ملي لايك والبارطاج والكومونتيرات زوينين. المهم اي فيديو كنحطو راه كنتسنى الكومونتيرات ديالكم باش يشجعوني باش يعاونوني نزيد القدام، راه بالكومونتيرات كنزيدو القدام، الكومونتيرات كنتشجعو. راه واخا يكون لي كان الا ما كانش كومونتير زويون البرد، الا ما كانش كومونتيرات زوينين وماني تلقاي معاه من يعني بحال دابا انا كندير لي فيديو ما عنديش لي كومونتيرات بزاف، وكاين مشاهده الحمد لله، ماشي زعما ما كايناش كاع، راه كاينه المشاهده ولكن ما كتعرفيش مع من، شكون اللي كي يتفرج فيك، واش عاجبهم داك الفيديو ولا ما عاجبهمش. ماشي بحال اللي كيكون عندك لي كومونتير كتعرفي شكون اللي كيتبعك، الافكار ديال الناس اللي كيتبعوك، منين هاد الناس اللي كيتبعوك. المهم نتمنى اي وحده دخلت شافت لي فيديو ما تنساليش من ماشي كومونتير، ما تقول لي منين هي ولا تقول لي كي جاها الفيديو ولا اللي كان شي. المهم شي كومونتير يكون زويون ولا كيما عجبك، غير ما يكونش صبابا. المهم هادشي اللي كاين، وكنقول لكم شكرا بزاف، نتمنى تزيدو المهم شجعونا، راه حنا هنا والله القسم زعما غنحلف ليكم زعما ما فيهاش الناس الغربه. الا شفتو شي وحده دايره اليوتيوب راه غير باش نحي القنطه اللي كاينه في هاد الغربه هذه، والله القنطه عرفتي بقيت نعاود لكم راكم تقولوا ما يمكنش، يعني في اوروبا راه فيها وفيها ولكن فيها القنطه، فيها كل شيء ولكن فيها القنطه اكثر. ما كاينش فين تمشي، يعني خصوصا كيجي بوحدو لهاد البلاصه هادي، يعني فين ما مشي كنهضر معكم وكاينش فين راني. يعني بعد ما كيمشي شي بلاد اخرى راه كيكون بوحدو، كيكون غير هو وولادو صافي، يعني ما صافي ما كاين لا عائله لا فين تمشي لا فين تجي لا والو. يعني الحمد لله راه كاينين الدراري، ونتمنى اي وحده كاينه في اوروبا راه مازال ما عطاهاش الله، نتمنى من عند الله يعطيها يرزقها بذريه صالحه. راه الا ما كاينينش دراري في اوروبا اللي يونسوا بنادم راه يحماق، والله حتى يحماق، حيت ما كاين مع من، ما كاين فين تمشي، يعني كنهضر على العائله ما كاينينش، ما كيحس من راسو بوحدو. هذاك الشيء علاش راه بزاف دايرين اليوتيوب خصوص في اوروبا غير على هذا الشيء. ولا البنات رجعت معاكم، المهم كما كتشوفوا حطيتو باش نقدر نهضر حيت يدي عيا وما قدرتش نكمل معاكم، الا بقيت هكا ما نكملش معاكم. المهم حطيتو باش نكمل معاكم باش نقول لكم نتمنى هذا الفيديو هذا يطلع ليا بلي لايك ومهم كومونتيرات يكونوا زويونين زويونين زويونين، عمرو بكومونتيرات كيما عجبكم شي كومونتير يكون زويون، اي سؤال اي فكره اي نصيحه اي اللي كان. المهم نتمنى نلقى في الكومونتيرات زويونين، ومهم هادشي اللي كان دابا ان شاء الله. المهم غنرجع، واخا جيت للطوموبيل غنولي نخرج باش نتمشى شويه، صراحه بغيت نتمشى اليوم، خليت كلشي في الدار، عرفتي الشغل ديال الدار ما كيتسالاش ما كي. المهم كنحبس حيت كتجيني العطسه، داكشي علاش كنحبس. المهم الشغل ديال الدار صراحه ما كيتسالاش، خليو الشغل ديال الدار مره نميكو ونخرجو. الخروج خصنا ملي نخرج مره ملي يكون الجو زويون، راه دابا ما جايه غير الشتا، والمهم هنا جايه غير الشتا والثلج والبرد، واحد البرد كيكون قاسح. المهم كنبروفيتيو شويه ما حد الجو كاين جو زويون،
شنو اخر بغيت نقول لكم؟ وهادشي اللي كاين ان شاء الله، وغندخل ان شاء الله. ما عرفتش شنو نقدر ندير، المهم شي حاجه هكا الكوتي، وغنشاركها معكم. نتمنى تعجبكم، نتمنى تعجبكم، ما تنساوليش من البارطاج. وكنقول لكم يلا معايا. ودابا رجعت معكم كما كتشوفوا بدينا. المهم كنغرب لافارين ديالي، المهم عندي تقريبا نص كيلو ديال لافارين، ولافارين كيبقى لكم نتوما اختي، يعني مش خصكم ديرو. المهم ان شاء الله غندير معكم لي بيني، كيكونوا شويه كبار يعني ماشي دوك الصغيورين، ولكن نتوما لو تديروهم صغار تقدروا ديروهم. هنا درت معلقه كبيره ديال الخميره اليابسه يعني حبوب، وانتم لو عندكم حتى المعجونه تقدروا ديروها. وهنا عندي غندير تقريبا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، المهم كيما شفتوا، وغنزيد معلقه كبيره ديال سنيده، انتم غتشوفوا معايا معلقه كبيره ديال سنيده، وغنزيد جوج ديال الفرماجات، وضروري من علقه ديال الزبده، يعني الزبده هي اللي كديرنا، المهم كيكون فتي الخبز ديالنا، كيكون فتي من الداخل، والماء كيكون دافي. المهم الماء كنحاول انا نخويه فوق الخميره اللي يابسه باش ترطب ليا، وهو كيتخوى ليا فوق الزبده. المهم كنحاول كنزيد نخويه شويه الماء باش نرطب الخميره. ودابا كنحاول المهم نخلط العجينه ديالي بداك الشيء اللي درت كامل، المهم كنخلط وكنزيد الماء. ضروري العجينه ديالنا كنطلعوها وهي كتكون يعني رطبه ماشي قاسحه، كما شفتوا راه كتلصق. ودابا غنزيدو الملحه، المهم الملحه كل واحد الذوق ديالو، ما غاديش نقدر نقول لكم العبار ديال الملحه، كل واحد كما كيبغي العجينه ديالو تكون يعني عاديه ولا مسوسه ولا، المهم الملحه كليكم نتوما الاختيار. ودابا المهم كنبقى نعلك وكنخليها شويه كتلصق يعني ماشي قاسحه بزاف. ودابا دهنت يدي بالزيت وكندهن شويه العجينه، وغنحطها في شي بلاصه اللي غنخليها باش تخمر ليا، حيت هما هاد لي بيني كيعجبهم يخمروا، يعني خصهم يخمروا يكون عندهم يشدوا الوقت مزيان يخمروا مزيان، قد ما خليتوهم يخمروا يعني كيصدقوا. ودابا غنغطيهم هكا حيت حنا عندنا شويه الجو بارد، وغنخليهم يخمروا، ومن بعد ما خمروا كما شفتوا المهم غنخرجهم هنا وكنرشوا فيه، غنخدموا بشويه ديال لافارين ممكن ما كتشوفوا. المهم كنحاول هكا باش نرش عليه هاد لافارين باش ما يتلصقليش ملي كنكون كنقطع. ودابا كنبدا نقطع كويرات اللي المهم اللي عجبكم، انا درتهم الصراحه كبار شويه، وانتم بغيتو ديروا هكا غير صغيورين تقدروا. ودابا كندير كويورات هكا صغيورين، بحال دابا اللي عندها الميزان كامل احسن باش توزن ويعطيها العبار مقاد نيشان. انا كان عندي شويه يعني ما جبتش الميزان، وكانت وحده كبيره وحده صغيره، ولكن معليش يعني كلشي تنكل، كلشي كان زوين. المهم هكا غير بنادم اللي غيديرو هكا الا كانت مناسبه ولا شي حاجه، من الاحسن يكون عنده الميزان كما شفتوا. دابا غطيتهم انا غير شويه ماشي بزاف، يعني غير شويه باش يطلقوا ونقدروا باش نطلقوهم يعني ساهلين. المهم كما كتشوفوا طلقتهم هكا، وكنرش بشويه بلافارين باش ما تلصق ليش من في المنديل من كنا نبغي نهزها من بعد، يعني بحال القضيه اللي كنديروا مي كنديروا الخبز بحال هكا، كنرشوه هكا بلافارين وكنقرصوا اللي بيني ديالنا. كما قلت لكم انا كنت انا درتهم صراحه كبار شويه ماشي صغار. المهم دابا من بعد ما كرستهم كاملين كنغطيهم ونخليهم يخمروا مزيان. دابا من بعد ما خمروا ليا كما كتشوفوا، ومقيله تكون كبيره باش يلقاو ليا اتساع باش يطيبوا، ما نديروش مقلات غير صغيره ونعمروها بكابلي بيني، ومن بعد ما غاديش يطيبوا ليا يطيبوا مزيان ياخذوا راحتهم في الطياب، ضروري مقله تكون شويه واسعه، ولا الا كانت مقله صغيره بقاو طيبوا بواحد بواحد هكا الا كانوا كبار. المهم كما كتشوفوا يعني هاد القضيه هادي زويونه. انا كنديرها هادي حتى في كندير الشفنج ديال يعني الشفنج كندير بحال هاد القضيه، صح كيجي الشفنج غزال من الداخل ومفشفش. المهم
كنبقى نرش هكا بالزيت، كتكون سخونه كنبقى نرش هكا فوق منهم، ودابا كنخلي حتى كيطيبوا ليا مزيان من التحت، عاد كنقلبهم باش ما كيشربوا لياش الزيت بزاف. الا بقيتو نتوما بحال دابا كتقلبوا، مازال ما طابتش كنقلبها، عاود بقى شويه عاد نقلبها، راه غتشرب لكم الزيت. خليوها حتى طيب وعاد قلبوها. انا غنكمل بحال هكا كيما غتشوفوا، نكمل كاع لي بيني ديالي. شتو كيجاو يعني لواحد اللون فيهم غزال، طايبين ومقرمشين هكا شويه من الفوق، ممكن ما كتشوفوا. المهم غنعاود بحال اللي درت في الاول، الا شتو انا المقله ما كنديرش فيها بزاف، يعني درت فيها غير جوج باش ياخذوا 9 ساعة في الطياب. شتو كنبقى ندير زيت هكا سخونه من الفوق، حيت كنتي كديري زيت هما كيتنفخوا. المهم ما كتشوفوا ضروري تقدروا تطيبوهم حتى من الجناب الا بغيتو، يعني غير ترشوا عليهم هكا غير من زيت هكا من الجناب كيقدروا يطيبوا. وخلي بيني كتعرفوا ما كيبقاو هذاك الخويط كيكون في الوسط كيكون نبيض كيكونش طايب. ولا تقدروا كتوقفوا مكان مع المقله الا بغيتوا الجنوب يكونوا طايبين حتى هما. ولا هنا كما كتشوفوا لي بيني ديالي طابو، وهذه بنتي هي اللي دات لها بحال هكا بغات بحال هذا الشكل. المهم كما كتشوفوا كاين فيهم اللي حمرت بزاف، كاين فيهم اللي خليتهم غير شويه. المهم نتوما شنو بغيتوا ديروا، كما كتشوفوا ما فيهم لا زيت لا والو، ومفشفشين من الداخل صراحه فنين فنين. انا دراري حماقوا عليهم، ديما كنديرو ماشي لاول مره، ديما كنديرهم. ودابا عندي المهم الشكلاط هكا دوبتو، وليكم نتوما الاختيار، كاين اللي كيبغي يديروها كامل الداخل، كاين اللي كيبغي غير يزوقها كامل الفوق. المهم انا زوقتها هكا شويه هكا للدراري وصافي، كما تشوفوا ما كان المهم زواق عشوائي وصافي، ماشي زواق، المهم زواق باش الدراري ياكلوه صافي. المهم كما كتشوفوا، ومن بعد ما ساليت هكا الزوق رشيت غير بشويه هكا ديال السكر كلاصي شويه من الفوق. وانتم بحال دابا تقدروا ديروا حتى الشكلاط من الداخل الا بغيتوا. انا درت غير القياس اللي غيتنكل، والقياس الاخر يعني ما قصتوش خليته هكاك حتى لغد ليه، مين بغي نسخنهم هذيك الساعه نقدروا نديروا لهم لا الشكلاط من الفوق ولا اللي بغينا. صراحه جاوا فنين من الداخل كما غتشوفوا، انا حليت لكم هذه تشوفوا يعني العجينه كي كانت كي كاينه من الداخل، يعني مفشفشه ورطبه من الداخل. انا الصراحه بقاو حتى لغد ليه وسخنتهم. المهم دهنتها غير بالزبده والكونفيتور من الداخل، جاو صراحه جاو فنين. وهذا الشيء اللي كاين، كنقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.